الشمس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر من البرنامج اليومي الركن الرابع الذي يأتيكم عبر فضاء الإخبارية في استفادة من هذه المدرسة الإيمانية العظيمة الرمضانية لعلكم تتقون، كما وردت في كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ونحن لازلنا نعيش فرحة بلوغ هذا الشهر الكريم، سنتكلم مع ضيفنا الكريم عن نعمة بلوغ هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل عز وجل أن يمد بأعمارنا بأن نبلغه أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وسلامة وسعادة وعافية، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح فيه. كما تعودنا مشاهدينا الكرام نقدم ضيفنا في هذه الحلقة ونرحب به صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله عبد الله، خليها أخوة المستمعين. نعم. والمشاهدين. شيخ الكريم، دعنا بداية نتكلم عن هذه الطبيعة البشرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه السنة الإلهية بقصر أعمارهم ووجود هذه المواسم العظيمة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات، هل من حديث عن هذه النعمة الكبيرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، وأني أهنيك أخي عبد الرزاق وأهني الإخوة الرائين والمستمعين بهذه النعمة العظيمة الذي بلغنا الله سبحانه وتعالى، وهي بلوغ هذا الشهر الكريم العظيم. وهذا الشهر لا شك أنه فضل من الله ونعمة جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركات، حينما قصرت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الأعمار تتراوح ما بين 60 إلى 70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من يجوز ذلك، بارك الله في أعمارها فجعل في بعض الأعمال ما يفوق أعمارها. فمثلا في هذا الشهر الكريم لا يخفى على شريف علمكم ليلة القدر. ليلة القدر هذه من فضل الله سبحانه وتعالى من أدركها وقام بحقها وقامها إيمانا واحتسابا وقبله الله سبحانه وتعالى، هي خير من 1000 شهر، خير من 84 سنة وأشهر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لما قصرت أعمار هذه الأمة جعل في الأعمال ما فيه بركة ونماء لها ولحسناتها يوم تلقاه سبحانه وتعالى. وهذه الأمة وإن كانت متأخرة في الوجود إلا أنها هي السابقة في الآخرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. شيخنا، يعني لو تكلمنا كذلك عن حال السلف الصالح وحال قبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في الفرح والاستبشار ببلوغ هذا الشهر الكريم. اي نعم، اما الفرح بهذا الشهر فلا شك بان كل مسلم يبلغه الله هذا الشهر يفرح به. كيف لا يفرح مسلم وهو يجد البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم بان ابواب الجنه تفتح فيه؟ الله. وكذلك كيف لا يفرح المؤمن بأن أبواب النار قد أغلقت فيه، وكذلك الشياطين قد سلسلت فيه. فهذا زمان لا يشبه زمان كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. فالبشارة بهذا الشهر والفرح به من المهمات للمسلم أن يدعمه ويجعله قائدا له في تحقيق ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وسفطت الشياطين. فهذا لا شك أنه فضل من الله ونعمة. وهذا الشهر فيه من الميزات العظيمة، وهو أنه ركن من أركان الإسلام، ليس مجرد مرور شهر رمضان أنه مجرد صيام أو صيام تطوع، لا، هو ركن من أركان الإسلام يقوم به العبد
قياما بركن من أركان دينه، فهو حينما يفعل ذلك يفعله ديانة لله سبحانه وتعالى. ومن ميزات الصيام على وجه الخصوص، وهذا مما يجعل المسلم يفرح بهذا الشهر، أن الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، لما؟ فإنه لي وأنا أجزي به. الله. فالصوم لله سبحانه وتعالى. وقد نبه العلماء على معنى هذه الكلمات العظيمة إلا الصوم، عمل كل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لله. كيف كان لله سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى اختص بجزائه، فكل حسنة يعملها عملا صالح له بها عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلا الصوم، فإن الله اختص بجزائه وبثوابه. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل للصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، والصوم جزء منه صبر. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بجزائه. بل من لطائف ما ذكر أهل العلم، وبعضهم وصلها إلى عشرة أوجه في هذه المسألة، ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى حينما ذكر، قال أن الصوم لا تحصل فيه المقاصة يوم القيامة. إذا أخطأ الإنسان على إنسان وأغتابه أو سبه أو شتمه أو أخذ ماله، فإنه يقتص من حسناته يوم القيامة. فإذا لم يبق إلا الصوم تحمل الله سبحانه وتعالى جزاء عنه يوم القيامة. وهذا ذكره سفيان الثوري رحمه الله تعالى، الله، ونقله عنه ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا يدل على عظم الصوم وأجر الصوم ومحبة الله للصوم، الله، ولأنه عبادة لا رياء فيها. صحيح. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، وغير من أهل العلم أنه جميل. أنه عبادة لا يدخل الرياء. بل من عجائب ما ذكروا، وهذا من لطائف لنص عليها أهل العلم، قال أن الشرك يقع في أنواع عبادات. تجد من يسجد لغير الله، ويركع لغير الله، ويذبح لغير الله، ويحلف بغير الله، ولكن لا تجد من يصوم لغير الله. فذكروها أنه الصوم لله سبحانه. هذه لطيفة جميلة منك صاحب الفضيلة، ذكرها أهل العلم نصوا عليها. شيخنا، لو تكلمنا وفقك الله، لربما قبل بلوغ شهر رمضان المبارك رحل من دنيانا من بلغ هذا الشهر العظيم، لا شك أنه قد اختص الله عز وجل بنعمة كبيرة جدا. نريد أن نتكلم هنا عن مقتضيات شكر هذه النعمة ببلوغ هذا الشهر الكريم. لا شك الله يجعلنا وإياكم في الجنة ومن مات من المسلمين، أن من لم يدرك هذا الشهر لقد شك أن وفاته خير كثير. حتى أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: تالله لو تمنى أهل القبور شيئا لتمنوا يوما من رمضان. يوما من رمضان، يوما من رمضان، يتمنون أهل القبور يوما من رمضان. فهذه من الله عليه بإدراك هذا الشهر لا شك أنه فرح عظيم ومنة من الله كريم. حينما يقال لك: أيها المبارك، هذا رجل مسافر تعرفه، قد قدم لك بالجوائز والهدايا وأعطاك الجوائز والهدايا، فإذا هي عظيمة قيمة ما تفرح بها؟ بلى، الله يفرح ابن آدم بها. فكيف إذا كان هذا الشهر حمل بالخيرات والبركات والفضل من الله سبحانه وتعالى؟ جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. فلا شك أن شهر رمضان حباه الله سبحانه واختصه بفضائل كثيرة. صحيح. فمن بلغ هذا الشهر ومن الله سبحانه وتعالى ببلوغه فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، يشكره قولا وعملا، ليس مجرد أن يشكره قولا فقط، لا، بل يشكره قولا وعملا. قولا بأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه الخير كله، وعملا بأن يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات. فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان إما أن يكون شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون كافر لنعمه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جميل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بشكره سبحانه وتعالى، أن يشكر لي وأحبه منا، وإن تشكروا يرضه لكم، فهو يرضاه لنا سبحانه وتعالى ويحبه منا. جميل. والمسلم أيها المشاهد المبارك يسأل ربه الإعانة على شكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك. وهذه وصية محب لمحبه ويقسم عليها.
فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأن تسأل الله الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر. الله، الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، وكم من منعم عليه غير شاكر. فالمسلم الذي أدرك هذا الشهر ومد الله في عمره بأن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيحمد الله ويشكره على ذلك. جميل. ومن مقتضيات الشكر، وهي التي تدل على فعلا أن الإنسان شاكر، القيام بحق الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، ومنها وأعظمها وأهمها التعبد لله بصيام نهاره. وهذا حينما يفعله المسلم يفعله تعبد لله، لا عادة ولا رياضة، يفعله تعبد لله، يتقرب إلى الله بأن افترض عليه هذا الشهر في صيامه، فهو يصومه تقربا لله. يعني تقصد يا شيخ إيمانا واحتسابا، إيمانا أنه فريضة من الله عز وجل، واحتساب للأجر والثواب من الله. لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بأنه فرضه الله عليه، واحتسابا وهو خالص لوجهه، واحتسابا بأن يكون محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلتطب نفسك أيها الصائم بأن بلغك الله هذا الشهر ومن عليك بإدراكه حينما حرم كثير من الناس من ذلك، إما بأنهم لم يكونوا على دين الله، وإما أن أدركتهم المنية فماتوا، أو حرموا بسبب المرض، ومع ذلك لهم أجرهم بإذن الله ثابت. فالأجر لا شك كامل بإذن الله المرضى. نعم شيخنا حفظك الله، هل الشكر فقط يكون بالقول؟ لا، الشكر كما ذكرت قبل قليل يكون بالقول ويكون بالفعل. وبالفعل يكون بأداء الفرائض والقيام بحق الله سبحانه وتعالى فيها. جميل. فهذا لا شك أنه من شكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يصوم النهار ويحتسب صيامه عند الله فليبشر بأن الله يكفر عنه ذنوبه، وكما في الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو المراد بها صغائر الذنوب. وكما في الحديث الآخر في صحيح مسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن مهم المهمات في القيام حقيقة بشكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المحافظة على الواجبات. بعض الناس يحرص على المستحبات ويضيع الواجبات، فهذا محروم، لأن الله سبحانه وتعالى أحب ما يحب من العبد أن يتقرب إليه بالفرائض. ما تقرب، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما تقرب عبد إلى الله بأحب إليه مما افترضته عليه، فهو يتقرب إلى الله بالفرائض. وأهم الفرائض بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هو الصلاة، فيحافظ على الصلاة في أوقاتها ويأتي بالصيام على ما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن شكر الله سبحانه وتعالى في بداية شهره أن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يتحلل ممن ظلمه، وأن يصل من قطعه. كل هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة نصوحة فيتوب من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. نعم الشيخ الكريم، يعني لو تكلمنا كذلك أنه من مقتضيات كذلك شكر نعمة الله عز وجل أن يكون هذا الصوم والعمل فيه من القيام كذلك من الأخلاق الحسنة موافقة كذلك لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته هي النجاة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمرتبط النجاة ومحبة الله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. والله سبحانه وتعالى يحذر عباده أن يخالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بل يتبعوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا كان السلف الصالح يعظمون هذا الأمر، حتى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا بلغك الحديث عن رسول الله فاخضع له، فاخضع لرسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. هذا هو التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. فالحرص على اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم له صور كثيرة، من أولها
وقبل أن أذكر في بداياتها، هدي محمد صلى الله عليه وسلم مكشوف واضح بين في جميع في أموره كلها. ولذلك لا تجد في حياته صلى الله عليه وسلم أمرا غامضا، كل شيء واضح حتى في داخل بيته. بل حتى كما قال جابر عليه السلام عليه رضي الله تعالى عنه، حتى في قضاء الحاجة وما يتعلق به ما يتعلق بها، حتى أنه لا يستنجي بيمينه ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها بول ولا بغائط. السنة واضحة وبينة. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم أنه لا يبدأ الصوم إلا متحققا من رؤية الهلال. فإذا تحقق من رؤية الهلال إما برؤية وإما بشهادة عدل فإنه يصوم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ آخر فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم ألا نبدأ صيام رمضان إلا برؤية هلاله. ومن هديه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حينما يثبت رؤية الهلال، فإن من أول الأعمال ما يقام به متعلق بالصيام هو التسحر، أكلة السحور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته ويعملها، وهي أكلة السحر. تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو الأكلة، أكلة السحور، والسحور هو فعل السحور. تسحروا بأكلة السحور فإن فيها بركة. وقد نص أهل العلم وتلمسوا هذه البركة، فذكروا عددا من الفضائل في هذه العمل الجليل، وهي التسحر وأكل السحور. فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أولا أن فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه مزية. الأمر الثاني التقوي على العبادة، أن يتقوى الإنسان على العبادة بأكلة السحر. كذلك مما ذكروا مدافعة سوء الخلق، إذ أن الجوع يثير سوء الخلق أحيانا، فإن أكلة السحر قد تغني الصائم بقية يومه. تقصد أن الجوع يجعل الإنسان في حالة عصبية، في حالة عصبية، وقد يكون أحيانا يتخذ إجراءات أو أقوال أو أفعال قد لا تليق صحيح بخلق الصائم، بخلق الصائم، بخلق المؤمن عموما. فأكلة السحر تدفع ذلك. كذلك الزياد في النشاط، وكذلك حمد الله سبحانه وتعالى وذكره في هذا الوقت العظيم، وقت السحر. ووقت السحر، وهذا من المهم التنبيه عليه، أنه يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر كما نص عليه أهل العلم، يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر. والسنة، ونحن نتلمس سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون قبيل طلوع الفجر. حتى زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسأله أنس كم كان بين قيامه سحوره وقيامه إلى الصلاة، قال قدر 50 آية، يعني وقت يسير. فالمسلم الذي يريد اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم على وجهها يؤخر سحوره. والسحور ترى يسير، يعني ليس من شرط السحور أن يكون دسما وأن يكون كثيرا، ممكن مذقة لبن أو تميرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة سحور المؤمن التمر، تمر. نعمة سحور المؤمن التمر. بل أن النووي رحمه الله تعالى نص على أن السحور يحصل بشربة ماء. فإذا شرب الماء ونوى به السحور حصل أجر السحور له صحيح. والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكلة تعتبر صحية لجسم الإنسان، يعني يجعل الإنسان رشيقا، منظره جميل، فيما يبعد عن السمنة في قضية التمور لاحتوائه على معادن كبيرة جدا، فهي مستودع حقيقة الفيتامينات وغيرها من التمر. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جيع أهله، في صحيح مسلم. اللهم صل. والسلف عاشوا على التمر، إنما هم الأسودان، الماء والتمر. ولكن نحمد الله على النعمة التي نعيش فيها، هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، أنت تتكلم هنا عن مقتضيات شكر نعمة الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر الكريم، تكلمت عن عمارة الأوقات الرمضانية بالأعمال الصالحة. أنا كنت أتأمل سبحان الله الآن الأعمال الدنيوية شيخنا الكريم التي تكون بعوض وبمقابل، يعني جلها فيه مشقة كبيرة جدا، ولكن ما يسلي الإنسان أنه سيؤجر بهذا المبلغ الذي ربما يفنى مع فناء هذه الدنيا، بينما في الآخرة يعني الإنسان موعود بحسنات تبقى ذخرا له، يعني بحياة أبدية سرمدية وفيها الأنس، حتى وهو يؤدي هذا العمل فيه راحة، فيه أنس، فيه علاج لكثير
من المشاكل الداخلية للإنسان، فيه سلوة لشقاء الدنيا ولأوائها. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب المشرك شيخنا. أما ما يتعلق بسعادة قلب المسلم بأدائه الأعمال الصالحة فهذا لا حد له إذا وفق الله المسلم لإخلاص العمل لله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والموفق حقيقة كما قال ابن القدامى رحمه الله تعالى: من توقفت أنفاسه ولم تتوقف حسناته. فأحيانا هناك من الأعمال الصالحة إذا عملها المؤمن وقد وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى استمر أجره حتى بعد وفاته، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل ابن آدم ينقطع إذا مات إلا من ثلاث: من صدقة جارية وهي الوقف، أو ما يدور حولها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والوقف ليس مشروطا أن يكون بناء مسجد ولا إقامة دور للتعليم، الوقف قد يوقف مصحفا يضعه في المسجد ينتفع به الناس، يوقف شيئا يسيرا على مسكين فينتفع به ذلك المسكين وله أجره حتى بعد وفاته. ولكن من المهم للمسلم حقيقة أن يدرك أن عمره محدود، وأن الحياة طالت به أو قصرت أنه ملاقي ربه سبحانه وتعالى، وأن القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مملوءة ظلمة على أهلها، ولا ينير هذه القبور إلا عمل صالح، ولا يؤنس في القبر إلا نور الإيمان. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في هذا الشهر العظيم، هو مزرعة عظيمة. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتركون كل الأعمال ويتفرغون للعبادة في هذا الشهر، حتى لو كان عملا صالحا كتعليم العلم فإنهم يتركونه وينافسون على الطاعة وقراءة القرآن وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الشهر كما ذكر بعض أهل العلم لو قيل لك أمضه كله في طاعة الله حتى تدرك ليلة القدر فتكسب ذلك الفضل العظيم لم يكن كثيرا. صحيح. بل لو قيل أن ليلة القدر في السنة كلها فأمضى الإنسان تلمسها في السنة كلها لم يكن كثيرا. فكيف لو كانت في عشرة أيام بل في أوتاره؟ فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه أن يدري يجعل الإنسان أو يستعمل الإنسان وقته وجهده في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم الموفق المسدد الذي سأل ربه الإعانة والتسديد والتوفيق أنه يدرك حقيقة هذه الحياة فلا يغتر بها. يعني مهما طال عمرك ومهما بلغت من المناصب ومهما حصلت من الأموال فإن كلها في زوال وفي فناء وفي ذهاب، والعبرة هي الدار الآخرة حينما تلقى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحافظ على ساعاته وأوقاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. جميل شيخنا، والإنسان يعني الآن أدرك نعمة الله عز وجل عليه ببلوغ هذا الشهر الكريم، البعض لربما أنه يتفنن في إضاعة الأوقات وأهدارها إما بما لا يفيد أو بعض مرات نسأل الله عز وجل السلامة والعافية في المعاصي والموبقات. نريد توجيها للمسلمين في ذلك شيخنا. التوجيه حينما يعلم أن المسلم أنه كله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فحينما يستشعر المسلم أنه ملك لله سبحانه وتعالى وأنه مسلم مستسلم لله منقاد له متعبد له سبحانه وتعالى، فإنه يظن بوقته أن ويشح بعمره أن يضيعها. إن مما يؤسى عليه حقيقة أن تجد من بعض الناس من يقول: نقتل الوقت أو نضيع الوقت أو تعال نفعل كذا وكذا أو من الأمور الوقت أو نمضي الوقت فيما لا ينفع. صحيح. وحين قد يضر، وهذا والله مشكلة. عمرك هذا سوف تسأل عنه، وهذا الوقت الذي مكنت فيه سوف تسأل عنه، وما فيه فترة في عمر الإنسان أسرع للضياع من الشباب. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الشباب قال: كأنه شيء في كمي ثم سقط
من سرعة مضيه ورحيله بسرعة، لأن الشاب دائما يتطلع وعنده أمل وعنده تطلعات، قد يضيع وقته في ما لم يحقق فيه نفع، ولذلك عمر مشاغل بزينة الدنيا كذلك لا شك. ولكن يشتغل يعني بعض الناس لا هو يشتغل بأمر دنياه ولا بأمر دينه، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأبغض المرء أراه سبهللا لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. لم يسعى لأمر دينه ويقدم لآخرته، ولم يعمل شيئا لدنياه، يكسب خيرا ويكسب رزقا نافعا ولا رزقا حلالا. فالمحافظة على الأوقات خاصة أيها الإخوة في هذا الشهر الكريم من أهم المهمات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعارض ويدارس جبريل القرآن، يقرأ مع جبريل القرآن ويدارسه، وكان يحث أمته على قراءة الكتاب والقرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنما تأتين كأنهما كغمامتان. ففضل قراءة القرآن فضل عظيم، فمجرد أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في أوقاتك التي لا تنشغل عنها يعني بأداء واجبات لا دينية ولا دنيوية، فاصرفه في قراءة القرآن. حتى أن خباب بن أبرد رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: ما تقربت إلى الله بشيء أحب مما خرج منه من قراءة كتابه. فأنك تمضي وقتك في قراءة هذا القرآن. وأنبه على أمر مهم يغفل عنه بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم لكل خير، وهي مسألة أنه يقرأ قراءة صامتة، يعني يفتح المصحف وينظر فيه بعينيه ويقلبه ولا يحرك لسانه ولا يلفظ بصوت، فهذا ليس له أجر القراءة. هذا ليس له أجر القراءة، نص عليه أهل العلم اللي يقرؤون بالقلب، الذي يقرؤون بالقلب وبالعين، هذا ليس له أجر القراءة، هذا له أجر التدبر إن كان متدبرا فقط. فلا بد المسلم حينما يقرأ أن يلفظ بقول بقراءته حتى يحصل أجر، حتى يحصل على كل حرف مما يقرأه بحسنة، والحسن بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف. فالمراد أنه حينما يقرأ يلفظ بصوته، لأن أهل اللسان كما ذكر البيهقي رحمه الله تعالى نصوا على أن من لم يحرك لسانه ولم يخرج صوتا هذا لا يعد قارئا، لا تعد قراءة، فلا بد أن يلفظ. فأنا أجد بعض الإخوة تجد حريصة على الخير، يفتح المصحف لا يتكلم، لا يخرج صوتا ولا يحرك لسانا، فهذا لا شك أنه ضيع أجرا عظيما على نفسه وفوتها بسبب الجهل. فالتنبيه على هذه الأمر مهم، وفي قراءة القرآن لا سيما وأنك تفرح وينشرح صدرك، تدخل المسجد تجد الكبير والصغير يقرؤون القرآن، ثم تدخل البيت تجد النساء يقرؤون القرآن، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فحفظ الأوقات وعمارتها من أهم المهمات. تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالإنسان يحافظ على وقته ويغتنم، فإن من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات المقت إضاعة الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح من حديث ابن عباس يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان إذا لم يشغل فراغه بطاعة ربه مما يشغله، فلا بد أن ينافس ويسابق، سارعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على المسابقة وعلى المسارعة، والله قبل ذلك أمرهم بالمسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. ونافسوا، منافسة تكون في مثل هذا الخير الله، وفي هذا الفضل العظيم الذي من الله به علينا. ومن كان يومه كأمسه كما قال بعض السلف، من كان يومه كأمسه فهو مغبون. فالإنسان لا يكون مغبونا، من كان يومه كأمسه مغبون فهو مغبون. فالإنسان لا يكون مغبونا، لأنه يخشى المسلم أن يدخل في يوم التغابن وهو مدركه لا محالة، سوف يتغابن، نفرط في الحسنات، تفرط في تقصد الحسرة يا شيخ، في الحسرة أحيانا، في ازدزادة، هو قد يكون من أهل الجنة ولكنه يدز ازدزادة بالدرجات العالية. صحيح. ذلك يوم التغابن سماه الله سبحانه يوم التغابن، إنها حياة سرمدية أبدية، ليست يوم ولا يومين. شيخ أنا الله يحفظك، أنت تكلمت عن مقتضيات شكر نعمة الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر الكريم فيما يتعلق بعمارة الأوقات بقراءة القرآن الكريم. البعض ربما فقط يكتفي بالقراءة، لكن يا شيخ قضية التدبر، قضية تأمل هدايات القرآن الكريم، قضية العمل بهذا الكتاب العظيم،
قضية أنه يهدي للتي هي أقوم، استشعار هذه المعاني ليست يجب أن تكون حاضرة في قراءة المؤمن للقرآن الكريم؟ والله الأصل في قراءة المسلم للقرآن أن يقرأه وهو بقلب حاضر. الله. بل قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: كانوا يستحبون التؤدة والتأني في قراءة القرآن حتى يتفهمونه ويتدبرونه فيعملون به. فالأصل في المسلم حينما يقرأ القرآن لا يكون همه أن ينتهي منه، بل همه أن يتقرب إلى ربه بقراءته وأن يحيي هذا القلب. هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله، والحجر يهبط من خشية الله، ثم يأتي يعني بعضنا ويقرأ القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، ما تدمع له عين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: متى ما أقحطت العين من البكاء فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. هذه علامة على مرض القلب، على علامة على أن هذا القلب فيه قسوة. تمر على مواعظ وآيات عظيمة بينات لو أنزلت على جبل تصدع، ثم هذا القلب لا يتأثر، هذا لا شك في قسوة قلب. ولذلك يقول أهل العلم منهم الحسن البصري: تلمس حلاوة الإيمان في ثلاث، وذكر منها قراءة القرآن. تلمس، هل تجد لذة؟ صحيح، يعني عند الأطباء شيخنا الكريم بعض المرات ترتفع درجة حرارة الإنسان فيعلمون هناك التهاب، فأيضا هذه من العلامات الحيوية لوجود قسوة في القلب، قضية عدم التأثر بكلام رب العالمين. أي لا شك. ولذلك طيب شيخ، كيف نلين القلب؟ يعني ما لين القلب بمثل طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا. القلب القاسي يلين بأمور ذكرها أهل العلم. جاء رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال: إني أشقو قسوة قلبي. قال: أدبه بذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. أدبه بذكر الله، أدبه بهذا القلب القاسي، أدبه بقراءة القرآن والتأمل فيه. تأمل آيات عظيمة، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرض أهل الجنة وأهل النار، الحساب يوم القيامة، القصص العظيمة، المواقف التي مرت على أنبياء الله في هذا الكتاب العزيز، هذا كله يدعو القلب للتأمل والتفكر. كذلك مما يلين القلب زيارة القبور. الإنسان يمر على القبور يدعو لأهل الموتى ويعتبر بأن مصيره إلى ما صاروا إليه. الله. هذه الحياة طالت بك أم قصرت، فإن مصيرك إما إلى جنة أو إلى نار. بكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة وقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ولما مر الفضيل بن عياض على رجل قال: كم أتى عليك؟ كم عمرك؟ كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. ولما حضرت الوفاة الحسن البصري بكى وقال: نفيس ضعيفة وأمر مهول وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله. ولما حضرت الوفاة محمد بن سيرين بكى، قال: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية. ولما حضرت الوفاة حبيب العجم بكى، قال: ما يبكيك يا حبيب؟ قال: أني سوف أسافر سفرا ما سافرته قط، وأسلك طريقا ما سلكته قط، وأقدم على سيدي ومولاي وما رأيته قط. وأنت يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كما قال حسن البصري: إذا ذهب يومك ذهب بعضك. الله. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وإنك لتعجب ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن نقصان عمره. لو نزل راتبه ناقص له مبلغ من المال حزن وضاق صدره وتآكل على هذا الجزء الذي ذهب منه، ويمضي يومه وشهره ولا يتأثر. صحيح. الله المستعان. شيخنا الله يحفظك، يعني لو تكلمنا هنا عن بيان هذه النعمة في المنزل للأبناء والبنات، كذلك الزوجة، يعني البعض عنده فكرة جميلة قبيل الإفطار يدعو الأسرة، يعطيهم بعض يعني الدروس الرمضانية الجميلة، يذكرهم بأهمية الدعاء وأن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، يعني هالمعاني الجميلة وغرس قضية أهمية الوقت في شهر رمضان المبارك، أهمية هذا الموسم العظيم، بيان هذه النعمة ببلوغ هذا الشهر المبارك. هذا ملحظ جميل، جزاك الله خير الشيخ ويك. وجزا الله الإخوة الرائين.
تنبيه الأسرة وربطهم بهذا الشهر العظيم من المهمات حقيقة. هذا مدرسة، هذا الشهر مدرسة. من لم يربي أهله وذريته ومن تحت ولايته على الخير في هذا الشهر متى يربيهم؟ ولكن التربية أعظم تربية وأهم تربية تكون بالقدوة. كن أنت قدوة في الخير، يعني حينما تأمرهم بالصلاة كن محافظة على الصلاة، تأمرهم بالكف عن المحرمات كن أنت كاف عن المحرمات، فتكون قدوة في ذلك. فالقدوة في الخير، حينما يروك راكعا ساجدا في البيت يتأثرون، حينما تصلي الضحى يتأثرون، حينما تقرأ القرآن في المسجد وفي البيت بعض الناس يكتفي بالمسجد ويترك البيت، لا، اجعل شيئا من قراءة القرآن في البيت، واجعل شيئا من صلاتك في البيت، واجعل شيئا من صلاتك في البيت، بل الأصل أن تجعل الصلاة بالبيت، النوافل، النوافل لا شك هذا الأصل، النوافل، الكلام في النوافل، فرائض حيث ينادى بهن. الله أكبر. فالمراد أنه حينما يكون الأب أو الأخ الكبير قدوة لأهل بيته فهذا أمر مهم، ويتعاون الزوجان والوالدان على أن يكون فعلا قدوة، يتناصحان فيما بينهما في أمر ذريتهما بالصلاة، في أمرهم بحثهم على فعل الطاعات، بل أحيانا يتجاوز الأمر إلى أن يعطى المكافأة حينما يعمل صالحا. حينما يعمل الصبي أو البنت تعمل صالحا، والله تقرأ قرآن، تحفظ جزء عما جزء كذا، تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكافئها والدها، يجعل لها مكافأة ويشجعها ويثني عليها، اليوم صامت فلانة، صام اليوم فلان، نسأل الله يتقبل منا ومنه، فيجعل تحفيز تحفيزي كلام مع التحفيز المكافأة للطفل، لأنه يتهيأ نفسه بذلك. بل كان السلف كان حينما يصومون أولادهم وهم صغار كان يعطونهم اللعب يلهون بها حتى لا يفطروا ويطلبوا الأكل. فهذه مهمة، أن يكون قدوة، أن يكافئهم، لو وقع خلل من أحدهم في صيامه ولا ينبه برفق برحمة، هؤلاء ذريتك ومحسوبون عليك وصلاحهم من صلاحك، فأن تنبههم برفق ورحمة مع محبة ودعاء، لا يغفل المسلم عن الدعاء لذريته أبدا. جميل. هذا من المهمات التي ينبغي. كذلك مما ذكرت فضيلة الشيخ عبد الرزاق مسألة أن يشاركهم في إما يشاركهم في قراءة، يجعلهم يقرأ قرآن، ما في مانع يأتي بابنه يقول اقرأ عليه قرآن، سورة من القرآن، اقرأ قبل الإفطار، ويعلمهم الدعاء ويعلمهم يصحح لهم التلاوة، يصحح لهم التلاوة ويكسب الأجر في ذلك. يعني من الحرمان حقيقة حينما يبدأ الصبي يتكلم ويبدأ يتكلم أن يجعل تعليم الفاتح لغير والده، هذا والله أنا أشوف أنه حرمان. المفروض أنه يحل، لأن هذا الفاتح سوف تستمر مع هذا الابن حتى يتوفى، وربما هالابن يعلم ناس، يعلم ولك الأجر، ولك لا لا تكل هذا العمل اليسير إلى غيرك. وأنت في السيارة لقنه، علمه، أو شغل مسجل مثلا، أو شغل مسجل، لا، اللي يلقنه أفضل، هو يلقنه أفضل، لأنه هو الذي يريد أن يكسب الصالح، لا يكسبه صاحبه. لكن الدال على الخير كفاعل، لا شك، وتشجيعه والثناء على الذرية هذا من المهمات. شغل كريم، يعني أحسب أن محورنا القادم غاية في الأهمية، ونحن نتكلم عن نعمة إدراك بلوغ هذا الشهر الكريم، ما يتعلق الحمد لله بوجود قيادة في هذه البلاد المباركة تحقق التوحيد، تحافظ على جناب التوحيد، وجود الحمد لله انتشار هذه المساجد في كل مكان، دور العبادة، الاهتمام الكبير جدا تلك الأمانة التي أوكلها الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين كبير العرب والمسلمين لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في قضية تهيئة الجوامع، تهيئة المساجد بما تحتاج من فرش، من وسائل تبريد ووسائل تكييف وغيرها من تلك الأمور. هذه النعمة شيخنا الكريم، يعني البعض ربما حرم منها، قضية الإخلال في الأمن والأمان، عدم وجود الخوف، الفزع، عدم وجود أماكن مهيئة للعبادة وغير ذلك. إن مما نحمده الله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، أن هيئ لنا هذا الأمن التام الحمد لله، والراغد في العيش، ينعم الإنسان وينام ويقوم ويصوم ويذهب إلى المسجد، لا يبحث عن تقول ماء لا يجده، أو رزق لا يجده، أو والله كل شيء مهيئ له الحمد لله، لا في المسجد ولا في المنزل ولا في الأمن التام والمنظومة
العامة لهذا البلد المبارك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تحكيم شريعة الله والقيام بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وما زالت المملكة العربية السعودية على مر قرونها قائمة بتوحيد الله، مظهرة الشعائر الإسلامية، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تجد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومتى بالصحة والعافية ومن قبله من الملوك يفتخرون بالتوحيد ويدافعون عنه ويناصرون قضايا المسلمين في كل مكان. ثم تجد هذا الشعب المبارك مقبل على الخير، في رمضان في هذه المساجد تجده مليئة بالمصلين بالقارئين لكتاب الله سبحانه وتعالى، المفطرين للصائمين، وتجد التكاتف والتلاحم والولاء التام فيما نراه. هذا فضل من الله ونعمة، حينما نرى غيرنا في خوف وهلع وقتل وتشريد وإيذاء نجد نعمة تامة. نحن شيخنا كأننا في حديقة غناء وسط مجموعة من الحرائق الحقيقة. والله لا شك أن ما خصنا الله به من نعمة، نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر كبير. اللهم أي والله نحتاج إلى شكر الله سبحانه، وندعو الله أن يحفظ هذه النعمة. اللهم يعني ليس مجرد صلاح فلان أو صلاح فلان، يعني ولا والله فلان ولا فلان، المراد المجتمع كله لله الحمد متماسك مع قيادته ومنتظم في السمع والطاعة لولاة أمره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. حينما تطيع ولي أمرك لا تطيعه رغبة ولا رهبة، تطيعه لله، ديانة، ديانة لله، تؤجر عليها، تؤجر عليها سواء قربوك أو أبعدوك. أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ويحفظ هذا الدولة المباركة وهذه الحكومة التي هيئت حقيقة ما نراه من خير. يعني أدنى مشاهد ينظر ما هي في الحرمين الشريفين يجد الخير الكثير. والله يا شيخ خدمات 5 نجوم صراحة، يعني ما أنا والله شيء أقول تجاوزت النجوم. أي ما شاء الله تجاوزت النجوم في كل شيء، ولله الحمد والمنة، جزاهم الله خير. أي والله هذا فضل من الله، ندعو الله سبحانه يقبل منهم هذا العمل الصالح. وتهيئة هذين الحرمين الشريفين للعمار وللزوار وللمعتكفين، وترى المسألة ليست سهلة. أيوه. حشود ملايين مئات الآلاف. صحيح. وهذا الخدمات مقدمة بالمجان، والبقعة محدودة والحمد وكل يعيش في مطمئن ومرتاح البال ورزقه يأتيه. اللهم بارك، يأتيه رزقه في محله، تجد من يأتيه بالتمر ومن يأتيه بالماء وفي محله يقرأ القرآن ويتعبد الله سبحانه وتعالى. ثم مفخرها من مفاخرنا، مفخرة مجمع الملك فهد طبعة المصحف الشريف، هذا المصحف العظيم الذي عم العالم توزيعا على الحجاج والعمار، والمجمع الوريد كذلك الحديث الجديد، مجمع الملك سلمان، ومجمع الحديث النبوي الشريف، وهذا صنوان القرآن مع السنة مما قامت عليه هذه البلاد المباركة على منهج السلف الصالح، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيد من فضله وأن يحفظها علينا، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. ودائما الشريعة الإسلامية تتشوف إلى طاعة ولاة الأمر في المنشط والمكره، ليست فقط مرهونة بإذا أعطيت تطيع وإذا حرمت هذا تعصي، مما قرره أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة ليس مربوطا بالمال ولا بالحال، نطلوب منك أن تسمع وتطيع على كل حال. بل جاء في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمرا يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. مسألة ليست سهلة، يعني أمراء يأخذون حقوق الرعية حقوقهم من الرعية ويمنعون الرعية حقوقهم، فما تأمر يا رسول الله؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيهم أو سبوهم أو اشتموهم أو تظاهروا أو اخرجوا عليهم أو اكتبوا في تويتر أو فعلوا ذلك، قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حق. الله ما قال اكتبوا بيانات وظاهروا عنهم ابدا. الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابه بالسمع والطاعه في المنشط والمكره، حتى قال ابو ذر اوصاني خليلي بالسمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى اثره علي وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف. الله، فكل هذه الامور حينما جاءت الشريعه بالامر بالسمع والطاعه لولي الامر ولزوم الجماعه ليس لذاته بل لمصلحه الاسلام ومصلحة المجتمع الإسلامي بالمحافظة عليه
ولذلك الذين يخرجون على ولي الأمر، نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم لم يخرجوا لإقامة دين الله، إنما خرجوا لأجل إما الرئاسة وإما أجل المال. هو يقول والعادة معروفة دنيوية. من زعهم دين، إن يعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها يسخطون، ولكن يلبسونها بلباس الدين، يلبسونها بلباس الدين. شيخ، البعض أيضا من أبناء المملكة العربية السعودية قد يكون مثلا في الأمن العام أو في الصحة أو في غيرها من القطاعات المختلفة، يقوم بخدمة الزوار والمعتمرين، وهي بلا شك نعمة من الله عز وجل. كذلك حراس الثغور، جنودنا البواسل، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يعيدهم لنا سالمين غانمين منصورين. لو تكلمنا شيخنا الكريم عن هؤلاء وهذه النعمة العظيمة من الله عز وجل. حقيقة أنا أغبط رجل الأمن، أغبطه حقيقة، شو أتكلم أنا صائم، أن مثل هذا يغبط. لمن احتسب الأجر، من احتسب وهو في الثغر وفي الحد أو في الحدود أنه يحمي هذه البلاد ويحمي عورات المسلمين من خلفه، فقد جاء في فضله وفي فضل فعله ما لا حد لهم من الأحاديث. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس، بل خير من الدنيا وما عليها. لأن يغدو هذا الذي على الحد بسيارته، يذهب بس ينظر ويرجع وهو محتسب هذه الذهاب والغدوة في سبيل الله، فهو خير من الدنيا وما عليها، بل صوت أحدهم في موضع في الرباط خير من الدنيا وما عليها. والذي يحمي المسلمين ويتقرب بحماية المسلمين وحماية أمن المسلمين في مثل هذا البلد المبارك وحماية المقدسات التي موجودة في هذا البلد الكريم، فله من الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير ممن صام شهرا وقامه. الله، رجل صامش في صحيح مسلم، رجل يرابط ويحمي الثغور، ورجل صائم مدة شهر وقائم، هذا خير من هذا. هل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمي الثغور خير من يصوم شهر ويقومه صيام النهار وقيام الليل كله؟ بل هذه بشارة عظيمة. بل من احتسب ليلة في الثغر ويرابط في سبيل الله خير من أن يتعبد الله عند الحجر الأسود. الله، بل ورد فيها خير من ليلة القدر عند الحجر الأسود. ونعرف يا شيخ أن الحوثيين هؤلاء الهالكين المارقين عن دين الله عز وجل يريدون أن يخربوا عقائد هذه البلاد المباركة التي جاءت من نبع صاف رقراق من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأيضا هذه بشارة لجنود البواسل المدافعون عن عقيدة هذه البلاد المباركة. لا شك الذين يدافعون عن هذا البلد المبارك ويرجون ثواب الله سبحانه بحماية المسلمين وحماية عوراتهم وحماية مقدساتهم وحماية هذا المجتمع، فهم على خير عظيم لا يعلمه إلا الله. الله، عليهم أن يحتسبوا الأجر، فقط أن يعملوا حينما يجلس، هو جالس فيجعل متاجرته مع الله سبحانه وتعالى. وقضية شيخ الصوم أيضا إذا جمع معه الصيام خير على خير. إذا جمع الله له الجهاد في سبيل الله، بل كان السلف رضي الله تعالى مثل أوزاعي رحمه الله يترك بلده ويذهب إلى الثغر يلازم فيه، ما يقاتل ما يرفع بسيف، بينما يجلس في هذا الثغر يقول العبادة في هذا أحب إلي من العبادة في كذا وكذا. فلا شك أن الملازمة في الثغر بعد أنه يحتسب الأجر ويسمع ويطيع لولي الأمر إذا أمره بذلك ويقاتل أعداء الدين سواء كانوا من الخوارج المارقين الذين يريدون إفساد هذا البلد وتفريق جمعه، أو الحوثيين المجرمين الذين يريدون أن يزعزعوا ويقلقوا المسلمين في هذا البلد، لا شك أن مجابهة هؤلاء ومقاتلهم من الجهاد في سبيل الله كما نص عليه علماؤنا وكما نص عليها العلم من قديم الزمان في مسألة المجاهدة في الدفاع عن المسلم والدفاع عن العقيدة والدفاع، هذا من جهاد في سبيل الله. الشيخ الكريم، لو تكلمنا هنا عن صورة من صور شكر الله عز وجل على نعمة بلوغ هذا الشهر الكريم وهي الدعاء، لو أعطيناها يعني مساحة كافية. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى يقول في آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء هو العبادة، بل أخص خصائص العبادة هو الدعاء، وأنت ساجد تسبح ربك وتدعوه سبحانه وتعالى. والعبد حينما يدعو ربه، وهذه مواطن تلين القلب
نعم. أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتقبل عليه، ولكن الدعاء له آداب. نعم. ألا تعتدي في الدعاء، أن تبدأه بحمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب بالاتفاق، ثم ادعو بما شئت، ولكن لا تعتدي. لا يلزم الأفضل والأتم أن تدعو بما ورد في الكتاب والسنة، وهي أدعية جامعة شاملة، وهذا من قام بها فطيب. ولكن بعض الناس يقولني لا أحسن، نقول ادعو بما شئت، حتى لو لحنت في دعائك. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللحن في الدعاء والدعاء باللفظ العام أنه هذا لا يمنع الإجابة، المهم المعول على القلب، اجعل هذا القلب مقبلا على الله سبحانه وتعالى في دعائه. جميل. فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن. جميل. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء مشاهدينا الكرام لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. شكر الله لكم وللإخوة المشاهدين. الشكر موصول لأخي وزميلي في الإعداد تركي مجرشي، ولمخرجنا القدير عبد الله عسيري، وكافة زملاء طاقم البرنامج، وشكر خاص للإخوة في وزارة الشسامية والدعوة والإرشاد على تعاونهم معنا في إقامة هذا الركن الرابع عبر فضاء الإخبارية. نسأل عز وجل التوفيق لقيادتنا ولعلمائنا ولأبناء الشعب السعودي الكريم وأبناء الأمة العربية والإسلامية بأن يوفقهم للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وهي دعوة كذلك خاصة لقواتنا الباسلة حراس الثغور، وهم يقومون بهاتين الفريضتين العظيمتين، الصيام وكذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيد أبناء قواتنا السعودية المسلحة الباسلة سالمة غانمة منصورة بحول الله وعونه وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في الغد ودرس إيماني عظيم من مدرسة شهر رمضان المبارك لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزل فيه القرآن هدى للناس، والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من